وبركاته، صباحكم الله بالخير. طبعا اليوم يوم الخميس 26/11/2015، حاليا متوجهين حق قطر ان شاء الله تصوير الطيور مع الشباب الطيبين عبد الله الشطي هو مالك الهزاع، طبعا وياكم اخوكم محمد الصالح. عسى الله يسر علينا الطريق ان شاء الله ونوصل بالسلامة هناك ان شاء الله، ونشوف الشباب اللي مشتاقين نشوفهم من زمان عنهم. هذا احنا من شوي صارنا تقريبا عروة الثلث ساعة داشين السعودية بالطريق ان شاء الله. عسى الله يسر علينا ان شاء الله بالطريق ونوصل بالسلامة. والشباب ناهيم بالسناب شات والثاني بالجي بي اس، المهم كل واحد مطلع له شغله. كل ما قلنا له شيء قال قربوا الجهاز مني، ابتلشنا. الله يستر اذا وصلنا هناك. قربوا الكاميرات مني. يطلع للغطاس يقول يبو عندي عشان يبو عندي. استمتعوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. ضمداها شربة القاع. شوف الارض، الارض غرقانة ما شاء الله. هو طاق. تونا واصلين قطر المنفذ القطري، ان شاء الله بعدها نشوف ايش راح نسوي داخل ان شاء الله. اول ما نوصل الفندق وبعدين نشوف تالي ايش راح نسوي. حاليا بالمنفذ القطري عند الجوازات، من شويه ريحنا ودشينا صلينا وعينا من الله خير، وان شاء الله شوي داشين قطر وراح نشوف الشباب عقب ما نخلص امورنا من الفندق ونقطع اغراضنا ونتلاقى معاهم ان شاء الله. حاليا كلمنا الشباب نزلوا لنا الحين لوكيشن، نبي نروح له قبل الفندق. حارب حار الشباب. كف والله عليكم، كف والله ابجيكم. فرايحين حق اللوكيشن دازين الموقع حق الطيور ان شاء الله، وعسى الله يوفقنا. يعطيهم العافيه الشباب، قاعد يركبون الله يبارك فيك. بعد شوي اطلع عدتي واركبها ان شاء الله، بس قلنا ناخذها كم لقطه حق الشباب. موفقين. جهزنا عدتنا وكاميراتنا وعدساتنا وقاعد نفطر ان شاء الله على ما يوصل صاحبنا بالطريق، عشان واحد يروح معه بالسياره واحنا نبقى هنا اثنين بالسياره، كل واحد من صوب واحد نصور. والله يسرها بصراحه، الجو عجيب واضاءه ولا احلى، وان شاء الله نتوفق ان شاء الله بالنتائج الطيبه. توا اول توافيج مساح الريضان بالخبره هذه، وان شاء الله نشوف الشباب. هيا الله الشباب. هلا 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 اخوي. شلون النتائج؟ والله كيف نتائج ان شاء الله. اول بيت قبل اي ما شاء الله. ما نطلع عشان الإضاءة. إيه. بس إن شاء الله. إن شاء الله. هذا أول اللي واصلين عندنا. يلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الخليفي، شو أخبارك؟ ساق طيب. والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ما في إضاءة ترى. بس. 600 ألف. والحين بنروح لمكان ثاني ونشوف إن شاء الله. وين تودينا الخليفي؟ تعال بنشوف البومد المكان القديم. يلا 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 الله يوفق إن شاء الله. الله يوفقنا ان شاء الله ونحصل البومه ان شاء الله. قواك الله يا ابو ابراهيم. الله يقويك حبيب حبيب يا ابو جابر. هلا بالخوي. الاشاره والحمد لله تم توثيق البومه، اللهم لك الحمد. والحين كثر ما احنا قادرين ان نقعد سايلنت، بس لازم نوثق الحدث على قولتهم. نشوف الشباب الحين بس نصورهم. هدوء. اذان ويا العبد. حاطين لها الصوت الحين وناطرينها تطلع. هذه البومة الحين توها طالعة. وهذه صورتها. جاي فوق منك. يا الربع. يلا ابو جابر. يلا حيا. شبعتوا؟
الحمد لله. ها باقي نصور سيلفي وياها بس. ان شاء الله ان شاء الله بصور ان شاء الله. شوف شوف وين وين شوف 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 زين. قواك الله يا العبد. الله يقويك حبيبي. حاطين العدسه على الماي بس أيوة. نطلع لنا بشيء يسوى. شوف المسافه اللي بين العدسه والماي طاح. ترى ماكو شيء. صباح الخير. وهذا احنا من شويه قاعدين فير، حتى اذان الفير لحد الحين ما اذن. احنا بنروح ناذن هناك ان شاء الله بنلحق صلاه الفير بالموقع هناك ونضبط شغلنا وخيامنا قبل شقه الشمس، عشان كل واحد يكون قاعد بخيمته ونحصل على نتائج طيبه ان شاء الله. المكان انا هنا تفضل مكان يا جماعه عشان شاينا. هذا تونا وصلنا عند الخليفي على اللوكيشن على الخط السريع، والحين لاحقين ان شاء الله رايحين حق الموقع ان شاء الله. طبعا تونا واصلين الموقع الساعه 5:15 قبل شقه الشمس هني، والشباب قاعد يتفقون على المكان. دخل علينا شلون شنو سجي ولا شنو هذه ترى يلا. هذا احنا تونا جاهزين ومعدين اغراضنا ومضبطين شغلنا عشان حق التصوير ان شاء الله. هذا ابو علي وراي من هناك، وهذه خيمتي، وهذه خيمه العبد طبعا، وهذا المكان اللي راح نصور احنا فيه ان شاء الله. حاليا دايرين التصوير صراحه المكان ولا احلى، لوها ما شاء الله بعدات كبيرة ما شاء الله بالميات. البطل لحد الحين ما شفناه، شفنا الفير اول ما شقت الشمس، البلشونات ما شاء الله وايد، بقى الصيف الابيض، دياي الماي، شنو بعد فيه موجود، والله وايد وايد انواع طيور ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله بالتصوير الطيب. وهذه الاماكن احنا قاعدين فيها، غيرنا المكان رحنا مكان ثاني شوي قدمنا، بس دار علينا مريخ صراحة الجو جبار. هروح حق الربع نشوفهم. هاي القعدات، هذا شغلي هني. هلا ابو علي. هلا ابو عنسيح. هلا ابو ابراهيم. شلونك؟ سمعني النغم بس شوية. سمعني نغم. سمعني. ها؟ ما فهمت. من شوية خلصنا موقعنا الأولاني، وحين رايحين حق موقع المزرعة اللي رحنا لها أمس. وان شاء الله خوش نتائج اليوم حصلناها، والشباب قواهم الله. طبعا ما وين داشين المكان عجيب غريب، القيلة اللي داشينها. هذا الحين بس ابو علي بيركب السياره الثانيه، لان طريقه تصوير الطيور يفضل اثنين مصورين ويقعدون بالجهه اليسار، يعني السايق وواحد وراء، عشان يصير زاويه التصوير واحده. صباحكم والله بالخير، وهذا يومنا الثالث. احنا طالعين شوي متاخر بس حسبناها شويه عشان نوصل المكان نشوفه عدل، لان المكان شويه صخر الطريق. ان شاء الله اليوم حق شنو طالعين ابو علي؟ يوم حق الغطاس المتوج الكبير. من شوي عدلنا اغراضنا وذهبنا عدتنا وخيامنا وضبطنا الشغل، وبانتظار الغطاس المتوج الكبير ان شاء الله، وان شاء الله وتوافيج من رب العالمين.
الله بالخير. هذا عملنا شوي حركنا من قطار، توبكنا اغراضنا وشطرنا شغلنا، متوجهين ان شاء الله حاليا حق الكويت ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين توفقنا بنتائج طيبه وشغلات ما كنا متوقعينها، بس الحمد لله على قولتهم كل مجتهد نصيب. ولبركه بالشباب وعلي هلا والله ما قصروا على القطار، بيض الله وجهكم وبيضكم بيضه خيركم الله يحفظك، كثر الله خيركم يا الربع وما قصرتوا والله، بيضتوها وعساكم على القوه. اي والله، وان شاء الله الايات اكثر سواء عندنا ولا عندكم ان شاء الله. ان شاء الله وحياكم الله ومكانكم على الراس والعين ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله مع طلعات ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.